اليوم اللي دا يصير يعني اللي صار هسه قبل الأيام مسألة ارتفاع أسعار البنزين خدريت بها هذا. والله صندوق النقد والله فلان شيء والله حجج واهية أريد نغير المنظومة الغاز. العراق الوحيد شوف دول المنطقة قارن سعر البنزين أنا هذا شلون أوقف ويا القرار؟ ما هذا القرار كان في زمن الكاظمي وكان الكاظمي محرج وما عنده سيولة نقدية وما عنده أموال وكان مفروض عليه أن يصعد البنزين ورفض. ضغطوا عليه أن يصعد سعر البنزين في زمن نادي باريس وحتى صندوق النقد الدولي ورفض. طيب اليوم أنت عندك الميزانية الانفجارية وعندك اليوم خزين استراتيجي صار 107 مليار دولار وعندك الآن مصفين من أهم المصافي بالمنطقة كربلاء وبيجي وعندك شلون تجي على وتجي والله ما يمس الفقير التمني شلون قيمت الفقير شنو عندك إحصائية بالفقير والمفقير؟ طيب ما الفقير هم راكب أكسنت وهم راكب الألنترا وهم راكب سيارة تحتاج إلى بنزين محسن هو المحسن وتعبان مخلوط فأنت شلون صعد سعر البنزين لا وجاك بعد الأقوى بعد هذا القرار لا شيء شنو؟ إن شاء الله الأيام الجاية القرارات الأقوى إن شاء الله. شنو على السريع حتى أنتقل؟ شنو الأقوى؟ ما أعرف. لا تعرف. لا تعرف. تسمع. لا لا لا. بالبنزين بالغاز بالكهرباء. شنو؟ بالكهرباء إن شاء الله خير وبركة. هاي شنو؟ إن شاء الله خير. راح نبيعها؟ نسويها استثمار؟ لا يا أخي نبيعها لا 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 مش نبيعها. أي استثمار؟ ومين الكهرباء حتى نبيعها يا ابن الحلال؟ لا يبيعونا يا. يا ريت استثمارية. عدي أنا اليوم أستثمر ماكو مناطق نجحت فيها الاستثمارية. صح. الاستثمار شيء صحيح لكن أنا أستثمر بشركات مختصة مو أبيع أبو بالات من الشارع أجيبه من الشارع وأقول تعال استثمر لي بيها طيب. يعني أنا الاستثمار شيء صحيح يعني جاينا حر هالسنة سلك الله يعين